مباراه ولا اروع، مباراه كبيره بين فريقين كبيرين النادي الاهلي ونادي الزمالك. فاز فيها النادي الاهلي باربع اهداف مقابل هدف لنادي الزمالك. تسيد فيها طبعا النادي الاهلي في الشوط الاول وقدر يحرز ثلاث اهداف، لكن في بدايه الشوط الثاني نادي الزمالك بيعود بعد التغييرات، بعد بدايه زوريو المدير الفني لنادي الزمالك في التشكيله الغريبه اللي دايما كل الناس كل مره بتتكلم عنها، كل مره بتتكلم على طريقه اللعب، كل مره بتتكلم ان هو بيفضي منطقه الدفاع وبيدي فرصه للفريق المنافس زي ما حصل في مباراة فيوتشر وتقدم فيها فيوتشر بهدفين، ثم أعاد تصحيح الأوضاع مرة أخرى بنزول تغييراته المهمة جدا في بداية الشوط الثاني. قدر فيها نادي الزمالك يعود إلى المباراة بشكل كبير جدا ويستحوذ على أغلب فترات المباراة بالنسبة للشوط الثاني. لكن محمد شريف في زمانه والمكان، يمكن اتكلمنا امبارح وكان موجود معانا الكابتن رمضان السيد وكلمنا على محمد شريف، واحد من اللاعبين المميزين، واحد من اللاعبين بتوع البوكس، واحد اللاعبين اللي يقدر دايما من اقل فرصه ومن يعني حاجات معينه كده يعني رجليه راحه ومتوجهه تماما الى طبعا مرمى فريق الخصم. في المجمل هي مباراه رائعه للنادي الاهلي، قدر فيها يقدر ياكد صدارته، ياكد فوزه ببطوله الدوري اللي بنقول له الف الف مبروك، تهنئه مزدوجه النهارده بتاكيد فوز النادي الاهلي ببطوله الدوري العام المصري، بفوز النادي الاهلي في مباراه كبيره امام منافس كبير هو نادي الزمالك. نادي الزمالك ممكن يقدر الفتره اللي جايه، هو فاضل مباراه واحده مع فاركو وبعد كده هتبقى نهايه الدوري العام المصري، ممكن في الفتره اللي جايه يقدر لو كمل مع اوزيريو المدير الفني اللي انا شايفه هو عنده فكر وعنده فلسفه، لكن ممكن اليات التنفيذ فيها صعبه شويه. لكن هل عنده من الوقت، هل عنده من الدعم من قبل مجلس الاداره واختيارات لجنه الكره في نادي الزمالك احضار او استخدام بعض اللاعبين اللي يادوا وينفذوا معاه طريقه اللعب؟ يعني احنا مثلا بنشوف احمد فتوح الباك الشمال، واحد من اهم الباكات الشمال في مصر، بيلعبوا في خط نص، بيلعبوا في مكان تاني خالص، دايما عنده حته الدفاع دي في كل الماتشات بيبقى فيها معاناه كبيره جدا، اهتزاز الى بعض الاوقات في بعض اوقات المباريات او في بعض المباريات محمد صبحي في ادائه في حراسه المرمى. لكن يظل نادي الزمالك فريق من الفرق الكبار، الفرق الكبار اللي دايما باي فرقه بتعملها اي حساب. لكن النادي الاهلي مع كولر ماشي باداء مميز جدا، ماشي بخطى ثابته، ماشي بتقدم وماشي بتدوير للساس اللاعبين، ماشي باداء ولا اروع في الفتره اللي فاتت، قدر يحصد كاس رابطه الابطال الافريقيه، قدر يحصد الدوري العام المصري قبل النهايه، لا يعني ماشي بشكل كويس جدا ولسه عنده بعض المباريات المتبقيه تقريبا ثلاثه او اربع مباريات. يبقى النادي الاهلي السنه دي مختلف تماما، ويبقى نادي الزمالك السنه دي بعيد كل البعد عن السنتين اللي فاتوا اللي حقق فيها بطولتي الدوري العام المصري وبطوله كاس مصر.